مرحبا فيكم مشاهدينا بلقائنا لليوم مع الدكتور محمد عيتاني متخصص بطب الاطفال، وبهاللقاء بدنا نحكي عن تحدي جديد كمان ترندنج ببعض دول العالم، وهو تحدي يسمى بكيس النفايات. هل التحدي هو بشكل كثير خطوره كبيره على الحاله النفسيه والصحيه للشخص؟ بيطلع لنا اكثر على تفاصيل الدكتور محمد عيتاني. اهلا وسهلا دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك، شكرا كثير مدام لينا. اول شيء قصه هالتحديات الايس باكت، ومن بعدها هلا تحدي كيس النفايات، وكل وقت في تحدي جديد، قديش هدول لهم تاثير ايجابي بما يكون ايجابي بما يكون يعني هذا شيء سلبي كثير؟ انا شخصيا ما بشوف اي تحدي اي تاثيرات ايجابيه لهيك تحديات. يعني بالسابق كمان قبل ما هدول كان في تحدي اسمه كريزي مونكي، بين بين تلاميذ بالمدارس انه هو ولد بيجي بياخذ نفس بيطلع نفسه للاخير بيصاحبه بيمسكه من ورا بيمنعه انه يتنفس. صح. حتى بالاخير بعدين بيتركوه بصير ببلعة مثل المونكي، فمش هيك سموه كريزي مونكي، بيأذي كثير التلاميذ. فيا ريت نحن التحديات بتكون ناخذ تحديات ايجابيه مش تحديات سلبيه. للاسف دائما بنضوي على الاشياء السلبيه اللي بيعملوها الاولاد، ما بنضوي على اشياء ايجابيه ممكن تكون مفيده. ولما يبرزوا التحديات هاي او المسائل هاي دائما بيورجوها بشكل مضحك وبشكل هزلي، بس يا ريت بيورجوهم كمان للاولاد شو بصير بهالاشخاص بعد ما تروح الاشياء المرحه الموجوده فيها. شو بصير فيه مثلا هذا المونكي؟ الكريزي مونكي بسبب بصير بينجرح الولد، بتكسر الولد، بتشوه وشه امرار نتيجه تعرضه لخدوش بالوش. هذه بالنسبه لكيس النفايات كمان هي شيء رح نشوف صوره كثير قريب للكريزي مونكي. هلا بنشوف الصوره ونعلق عليها. هاي الصوره نعم لتجهز. نعم. وبحطوا الهوفر. صحيح. تفضل. هلا الكيس النايلون هيدا هو عباره عن اسلاك بلاستيكيه، فاذا متذكر حضرتك في شيء حبل بلاستيك بيكون معمول من البلاستيك، وبتعرفي قد ايه هو الحبل قوي وصعب انك تخزقيه. فهذا الكيس لما يكون واسع، اذا في عندنا كيس زباله عادي حاولي انت بس تخزقيه لكيس زباله بايدك، فيك تخزقيه؟ اكيد لا. اكيد لا، بدك سكينه او بدك مقص تتقصيه. هون اللي بصير انت بتحوليه هذا بتشفطي كل الهواء اللي جوا، فبصير في عندك حبل بلاستيك ملفوف على كل جسمك. هذا الحبل بسبب لك إعاقة حركية، بسبب إعاقة نفسية، ما فيك تاخدي نفس. فلما تعود تاخدي نفس الأكسجين بالجسم بده ينقف، بده يقل. لما يقل الأكسجين بالجسم بأثر أكيد على دماغ الولد، وبيعمل نتائج سلبية على الجهاز العصبي بالجسم. فهذا شيء خطر، منو شيء بيضحك مثل ما هو. انا صراحه ما قدرت اشوفه ابدا. يعني في شيء مأذي، يعني مثل هذا الولد بس حاطين لك انه عمال يضحك لانه صار معه هالشيء هذا. طب هذا هلا، بس بعدين شو حيصير فيه للولد؟ ايه يعني هل التحدي هو تاثيره فيما بعد وليس بنفس الوقت؟ طبعا. انا بعدين بدي افهم انه تشالنج لمين وعشو، انه لوين بدنا نوصل بهالتشالنج هيدا، انه هذا اللي لازم نظهره. انه هات حطينا شيء على التلفزيون، شو النتيجة تبعيته؟ لوين بدنا نوصل؟ التحدي لوين بده يوصلنا؟ أنا عم بتحدى مين؟ عم بتحدى حالي ولا عم بتحدى شخص تاني ولا كيف؟ وبعدين هذه لعبة عمال تصير، دائما لازم تصير إذا بدها تصير تحت إشراف ناس كبار. أنا لما بدي أنزل أتسبح المفروض يكون في متر نجار موجود. صح. فما فيني أنزل أتسبح ولد صغير ما في حدا عمال يشرف علي. فهيك ألعاب إذا بدها تصير مفروض تكون اول شيء تحت اشراف شخص، بعدين حدا بده يتحمل مسؤوليه الضرر اللي بده ينتج عنها. حتى هالشخص اللي بده يحط هالفيديو هيدا هو بده يكون مسؤول عن النتائج. انا بدي صار مع اي مشكله انا قانونيا مفروض اقدر لاحقه. فيا ريت دائما لما نحط تحديات او نحط شغلات هاي مثل ما نظهر مثل ما نظهر هون انه شيء حلو، هذا مثلا ما عم بيقدر ياخذ نفس بقى ابدا، مغطى وشه بعد. بلس هيك صار شيء مخيف يعني. اكيد 100%. شو العوارض اللي بحس فيها فيما بعد؟ العوارض هي اكيد حتكون نقص اكسجين بالدم بالجسم،
يمكن ما تكون بساعة الساعة، يمكن بعدين يصير في تلف خلايا نتيجة نقص الأكسجين اللي صار. يعني ما نقص، أنا عم بيجي ربط واحد ممنوع عن الحركة لفترة قديش من الزمن حيمتنع الشخص هذا عن الحركة، لفترة قديش من الزمن هالشخص ما حيقدر يتنفس، لفترة قديش من الزمن حيصير في عنده نقص أكسجين بجسمه. كل هيدا وللأهل مستدركين حابين اللعبة والولد حابب اللعبة بالتالي. المصيبة الأكبر إذا الأهل حبوا اللعبة أو شافوا فيها فعلا تحدي. بس أنا دايما أقول إنه بأي شيء في تحدي بنسأل تحدي لمين ضد مين، شو هي المكافأة اللي أنا بدي أخذها من بعد قيام بهالتحدي. بس إنه أنا انبسطت وضحكت هذه هي المكافأة. فمشان هيك أنا بحذر الأهل إنه كل شيء أولادهم عم يعملوه على الميديا، على السوشيال ميديا، الأشخاص اللي هن عم يحكي معهم، نوع الألعاب اللي عم يلعبها الولد، يكونوا الأهل على دراية فيها، ما يتركوا الولد قدام السوشيال ميديا أو أيام الألعاب الإلكترونية لحاله من غير ما هن يعرفوا شو عم يلعب الولد، وحتى من غير ما هن أصلا يشاركوا بهالألعاب هاي. أنا كتير بشجع الأهل إنهم يلعبوا بالألعاب اللي عم يلعبوها الأولاد تبعيتهم، هيك بصير في أول شيء تواصل بين الأهل وبين الأولاد، وكمان بيكونوا عارفين شو هي المخاطر اللي الولد عم بيقوم فيها من خلال لعبه بالألعاب. التحدي عم بيصير مرة وما عم يرجع يتكرر، بدءا من يمكن بلشنا مع الآيس باكت وفيما بعد السيارة، بتفتح باب السيارة وبتنزل إنه عم بيرقصوا، كمان حذروا منها، وهلأ هالتحدي وفي غيرها كتير مثل ما حضرتك تفضلت وقلت. مرة واحدة عم بيصير تحدي، شو الهدف؟ هي بكفي هالمرة هاي تتعمل ضرر عند الطفل هيدا وتأثره على كل حياته بعدين. نحن دايما المفروض نكون نستبق الأمور، ما ننطر ذيول الأمور. فإذا شفنا هيك أحداث مثل ما هيك ألعاب مثل ما حضرتك عم تعملوا هلا، ننبه عليها الأهل، وهذه بتكون مناسبة حتى نقول للأهل مش بس بهاللعبة هاي، بكل لعبة الولد بيلعبها يكون لهم هن إشراف، يكون لهم دور بالإشراف بالتوجيه، وإذا كان هذا فيه ضرر نلغي اللعبة من أساسها. بدي أتشكرك دكتور محمد، ونعتذر منك نكتر هيك. أنا بتشكرك كثير، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لحضورك، شكرا مشاهدينا لمتابعتكم.